انتشرت لعبة تسمى بتشارلي، وهم يقولون عبارة عن اسم عفريت باللغة المكسيكية، وهذه يحرم الدخول فيها لأن بها سحرا وشعوذة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في المسند والسنن: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذه اللعبة يزعم فيها بأنهم يستحضرون الجن، وأن الجن تخبرهم ببعض الأمور الغيبية. وليعلم، وهي قاعدة، انتبه رعاك الله، الجن لا يعلمون الغيب أبدا، الجن لا يعلمون الغيب أبدا. قال عز وجل في قصة سليمان لما توفي وكان الجن يعملون له ولم يعرفوا أنه مات عليه السلام، قال عز وجل: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ثم هذه اللعبة تضع فيها كما موضح في بعض صورها، يوضع فيها القلم أو أقلام على صورة صليب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري ما رأى تصاليب إلا نقضها وأزالها. فالحذر، الحذر أن يؤتى المسلمون من قبل أعداء الدين في عقيدتهم، ولا سيما هؤلاء الشباب والأطفال، فلربما تضيع عقيدتك وتكون من الكفار المخلدين في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ماذا قال عز وجل عن السحرة؟ قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له حظ ولا خير في الآخرة. فانتبه رعاك الله، لا تضيع توحيدك. وربما تكون هذه اللعبة قد سبقتها ألعاب لا نعلم بها، أو ربما تأتي ألعاب في مستقبل الزمن، فيجب على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء الأطفال وعلى أهليهم أن يحذروا من هذه الألعاب التي كثرت وعمت وتنوعت في هذا الزمن.